أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم ما يسمى بتقويم الأسنان، وهل يأخذ حكم الفلج؟ إذا كانت الأسنان فيها خلل فلا بأس أن تصلح وتعالج وتقوم وتلبس بالذهب، لأن غير الذهب يصدى إذا صار في الفم، وأما الذهب فإنه لا يصدى، فلا بأس أنها تلبس أو أنها تضبط بشريط ذهبي إذا كانت غير معتدلة، لا بأس هذا من العلاج، ما هو من التجمل، هذا من العلاج وإزالة التشويه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يسمونه ربط الأسنان، ربط الأسنان أو حشو الأسنان أو تلبيس الأسنان، كل هذه أمور علاجية يحتاج إليها الإنسان. نعم.